هو في الحقيقة كاينة مؤسسة مهنية للمخول لها الحديث عن 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 الوضعية ديال المحاماة، اللي هي مؤسسة النقيب ومؤسسة مجلس الهيئة، ولكن أنا لن أتجاوز يعني الأعراف والتقاليد والقانون، ولكن أقول على أن مهنة المحاماة ما غنقولش على أنها بخير الحد اللي كان اللي كنتمنى وكنطمحوا ليه، ولكن على أي هي مؤسسة اللي كتقوم بالدور المنوط بها، كنلقاو حاضرة في محطات حقوقية، في محطات سياسية. المحامية المغربية محامية يعني ناجحة، أنها كتقدر أنها تغلب على الإكراهات المجتمعية، كتغلب على الأدوار اللي فرض عليها المجتمع، فرض عليها صراحة، لأن ماشي واجبة، ولكن كاين واحد ثقافة سائدة داخل المجتمع كتفرض عليها واحد مجموعة من الأدوار، ومع ذلك كتقدر أنها توازن وأنها كتنجح. وكنلقاو بأن الصيت عالي ديال الكثير من المحاميات، بالإضافة إلى أن المحاميات ماشي فقط ناجحات غير مهنيا، ولكن هما كيشتغلوا على وجهات أخرى، خلي الجانب العائلي، ولكن كيشتغلوا على وجهات أخرى، كاين محاميات برلمانيات، وبالتالي كيديروا دورهم التشريعي من السلطة التشريعية، كاين محاميات اللي كانوا في الحكومة واللي كان عندهم يعني كانت عندهم أدوار كبيرة طلائعية، كاين المحاميات في العديد من الهيئات، في العديد من المؤسسات الوطنية، في العديد يعني من الهيئات اللي هي دستورية، اللي وبالتالي اللي بينوا على واحد الكفاءة مهنية اللي كبيرة جدا. ولكن الواقع صعب، مدينة الدار البيضاء أصلا هي مدينة كبيرة وصعيبة والتنقل فيها صعيب، وعندنا محاكم يعني في مناطق مختلفة اللي ترهق المحامي والمحامية، وخاصة المحامية. طبعا هادشي ماشي غير مسؤوليتنا احنا داخلية مهنية، ولكن مسؤولية ديال الدولة، لأننا نحن نقدم خدمات للدولة، لأننا نساعد في صنع العدالة وفي إنتاج الأحكام وفي يعني إعطاء صورة إيجابية على العدالة داخل المغرب. بدون المحاماة ممكنش نتصوروا بأن كاين عدالة، وبالتالي يعني النهوض بالأوضاع ديال المهنة والأوضاع ديال المحامية هي أيضا مسؤولية ديال الدولة، الى وانها تدعم حتى الهيئات المسؤوله على مهنه المحاماه من اجل النهوض بالمهنه ديال المحاماه. يعني المؤسسات ديال المهنه كتقوم دور كبير ومضني وشاق من اجل متابعه الشان المهني، ولكن كاين جهات اخرى ايضا اللي عندها مسؤوليه اللي خصها تقدم الدعم لهذه الجهات المهنيه. في الحقيقة لما قلتي أنا صورت وضع يعني قاتم على المرأة المغربية، أنا مش كنقول بأنه يعني قاتم بواحد المفهوم اللي غادي يؤدي بنا اليأس، لا، أنا كنقول أنت قلتي على أنه قاتم، ولكن من منطلق أن الوضع كان يمكن أن يكون أحسن. يعني أكيد لو أنا كانت واحد الإرادة سياسية من أجل تفعيل الجانب الايجابي اللي كاين في الدستور، وكذلك الالتزامات ديال المغرب الدوليه، انا سبقنا خصنا نطبقوا، ما يمكنش نسابقوا من اجل الواجهه الدوليه، واننا نحسنوا الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه ديال النساء، واننا نمكنوهم من هذه الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والمدنيه، ومن اجل اننا ننجحوا التنميه البشريه، ننجحوا التنميه البشريه داخل البلاد، واننا نحققوا عداله اجتماعيه للنساء والرجال في هذا البلد. وما يمكنش نتصوروا اننا نحققوا هذا الشيء بدون ان تكون عندنا بدايه سياسات عموميه، لهذه الاوضاع ديال النساء، وجزء من هذه السياسات العموميه يكون خاص بالنساء يعني القرويات، لان الوضعيه المغرب كيقول بلد فلاحي، لكن ما دام ينتج فلاحيا، ولكن بلد فلاحي خاص الاهتمام بهاد القرى، ونهتموا بالعنصر البشري داخل هاد القرى، وخاصه النساء اللي هما كينتجوا في هاد الفلاحه ولكن ما كيستافدوش من المنتوج. يعني من حسن الحظ ان ولات عندنا تعاونيات يعني في هاد المناطق، ولكن ما كافياش والعدد ديالها قليل. كاينه جمعيات اللي كتشتغل في هذا المجال القروي،
فين هو الدعم اولا هاد الجمعيات وكامل العدد ديال هاد الجمعيات، وثانيا ما يمكنش الجمعيات تعوض الدور ديال الدوله. شحال النسبه اللي كتخصص في الاعلام المرئي والاعلام المسموع والاعلام مختلف الانواع ديالو والاشكال ديالو لهذا العالم القروي، من اجل التوعيه، من اجل التحسيس، من اجل العديد من الامور، البنيه التحتيه يعني هناك على اي يعني نامل خاصه انه ما بقاش كثير على الانتخابات، ان نتحمل مسؤوليه كمواطنين ومواطنات في الانتخابات المقبله، لان يعني حنا اللي كنوصلوا الحكومه انها تكون حكومه، وكذلك الافراز يعني ديال البرلمان اللي كيوضع لنا هاد القوانين اللي حنا اللي ما راضيينش عليها وكنعتبروا بانه ماشي كافيه. الاصوات ديالنا ماشي سهله، الاصوات ديالنا مسؤوليه. نتمنوا اننا العجله ديال التطور انها تكون بوتيره اسرع، وهذا الشيء مرتبط بالاراده السياسيه ومرتبط بالمحاسبه، المسؤوليه مقابل المحاسبه من اجل الحد من الافلات من العقاب، ماشي غير في ارتباط بين الناس اللي كيرتكبوا جرائم ضد النساء، ولكن حتى الناس اللي كيرتكبوا جرائم ضد المجتمع وضد المصالح ديال الدوله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.